هلا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح تشوفوا معايا الكواليس تبع تدريبات تبع الحفل اللي راح يكون عندي في هذا الشهر، الكونسرت الحفل اللي راح اغني فيه مع الفرقه تبعي واللي هم احنا الحين جالسين عم نتدرب. ويا تعالوا شوفوا معايا. راح اقولها من جديد، اللي الناس اللي بيعيشوا في كوريا، يعني العرب اللي بيعيشوا في كوريا وبدهم يجوا يستانسوا بالحفلة معانا، راح يكون يوم 17 في هذا الشهر، شهر ديسمبر، يوم 17. فتعالوا، راح اخلي لكم العنوان وكل شيء في ستوري على الانستغرام. اللي بده يجي معانا ويستمتع معانا بالحفل، واللي بده يلتقي فيني ويلتقي في انفلونسرز ثانيين، تعالوا. كارينا Oh yes. Hey yeah. Hey hey. Bye.